في ثلاث أنواع من الأصدقاء هتقابلهم في حياتك. أول واحد الصاحب اللي دايماً بيقولك حاضر وطيب، معاك على أي وضع وكل حال، ماشي يمين تمام، طيب ماشي شمال تمام برضو. كل ده علشان إيه؟ علشان يكسب قربك ورضاك. الصاحب اللي من النوع ده ما بتحملش همه، لأنه كده كده موافق ومعاك، مفيش فايدة واحدة بتاخدها منه، هزة راسه بس والموافقة الدائمة. وده طبعا بيريح دماغك، بالرغم انه مش بيضيفلك حاجة، لكنه بيخاف منك اكتر ما بيخاف عليك. لذلك النوع ده سهل جدا يتقلب لعدو. رقم اتنين الصديق الموجه، اللي على طول عامل استاذ عليك، على طول حاسس نفسه انه سابقك بخطوات، لازم يعلي عليك طول الوقت، كل كلامه توجيه من باب انه الافضل. هو مش عايز يعلمك، لأ، لكنه عايز يشوف نفسه عليك، بيعلق على كل تصرفاتك وأفعالك بشكل غير مبرر. الصاحب اللي من النوع ده بيبقى وجوده زي الهم على القلب، بتنزل معاه لكنك متضرر من خروجه، لأنه دايما بيتلذذ بإحراجك. وغالبا الصحبة دي بتنتهي بمشكلة كبيرة، لأنك أكيد مش هتقدر تتحمله طول الوقت. رقم ثلاثة الصديق الصدوق، أو الصديق الصادق، وده بقى وسط، لأنه لا بيسقف لك طول الوقت ولا بيتعمد يوجهك أو حتى يشوف نفسه عليك. صديق صادق بيدلك دايما على الخير والصح، لأنه بيحبك، ولو أصبت في موقف تلاقيه أكتر واحد بيحفزك، لأنه بيحبك علشان أنت بيحبك لذاتك، قبلك بعيوبك لكنه بيحميك منها ومن شر نفسك، دايما عايز يشوفك بخير، فاهمك بتحس بإيه من غير ما تشرح، يمكن كمان فاهمك أكتر من نفسك، عارف كل أسرارك، وعارف كمان كل نقط ضعفك، لكن عمره ما استغل الحاجات دي ضدك، هين لين معاك حتى في طريقة نصحه. فحاول على قد ما تقدر تكون للناس الصديق رقم ثلاثة، الصديق الصادق الهين القريب من الناس وصحابه. شكرا ليكم وإلى اللقاء.